السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتشر عند الناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار، نسمعها كثير، وهذا كلام غير صحيح. بل قال إمام الحسن البصري: 40 جار أمامك، 40 جار خلفك، 40 جار عن يمينك، 40 جار عن شمالك، كلهم جيران، والجيران لهم حقوق. في جار له حق، هو الجار الغير مسلم لحق الجوار. إمام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب ذبح شاتن، قال: أطعمتم جارنا اليهودي؟ هذا جار لحق الجوار حتى يكون غير مسلم. الجار المسلم لحق الإسلام ولحق الجوار. جار مسلم وقريب له ثلاث حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. عندي واحد من جيراني له حق وحق وحق، تخرج وجاب شهادة ماجستير، راح نزوره اليوم وجايبين له أحسن كيكة، يستاهلها طال عمرك. روح له، يستاهل. ومنتشر عند الناس الكلمة هذه: ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار. طيب الجار الثامن ما له حق؟ لا، وصى على سابع جار. هذه اعتقادات. تخصيص السابع جار هذا ليس فيه دليل وليس فيه نص صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخوان، حسن الجوار كما قال إمام أحمد كلام جميل، يقول: حسن الجوار، قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، إنما حسن الجوار تحمل الأذى. الجيران سووا كذا، ما عليه، عوافع عليه، يستاهل الجيران. ما نقدر. في بعض البيوت سبحان الله قيمتها ترتفع، مو عشان قيمة البناء، إنما قيمة الجيران. عندنا جيران شرواكم شروا جيراننا، هذا هو البيت الحسن. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن كانت السعادة في ثلاث، وذكر منها في بعض الروايات والجار الطيب. ساعات بيتك وسيع وما شاء الله، لكن عندك جار علة قار، إن شاء الله يكون الشر. يعني حاولنا نحسن إليه، نحسن إليه. بعضهم يعني حتى برمضان قبل كورونا، لما واحد يقول لي، يقول: ودينا طعام حق جارنا السكن جديد، قال: سمحت ما طلبنا منكم، شنو جايبين أكل سايق؟ يفس أنا سحقت. تحمل أذى جارك، ليس حسن الجوار كف الأذى، إنما حسن الجوار تحمل الأذى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الله يرضى جيرانك، ونعم أنك تزور جيرانك وتعاهدهم. والله أني أجد لذة في قلبي لما أزور جيراني وأتعاهدهم، ولو كان غير مسلم، عنده تخرج ولا واحد عنده مولود، جاه مولود راح أزوره. وبكل واحد منكم يتذكر كلمة هذه: هل أنت من الجيران اللي فعلا أحسن جار بالمنطقة كلها؟ بشنو؟ يقول حسن البصري عن حسن الخلق: هو كف الأذى، واضح، وبذل الندى كريم، وطلاقة الوجه. يمر على الجار سلم عليه. حنا ساعات بعض الجيران بس بين السلام، لا أروح أحاول أني أزوره، أمد له يدرعون، سبحان الله محتاج شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على رسول الله، اللهم صل، يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، ليكون هذا بيرث البيت يعني ومن فيه. الجار للجار لو جار. أبوي رحمه الله تعالى يوصيني بالجار، قال: والله يا فيصل، أشوف واحد من جيران يشتكي منك، ولا واحد، والله العظيم مو بشوالك، يعني راح تروح فيها. شدوا حيلكم جيرانكم، خل أنت الوحيد اللي سمعتك طيب، وأنت كذلك يما. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبي ذر، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، سواء كانوا مواطنين ولا غير مواطنين. أظن كلامي بين قوسين وخط أحمر، انتبهوا له. مواطن غير مواطن، الله الله بالجيران. ترى غير مواطن ما أقول أولى، على الأقل يعني بعض الناس ممكن يأخذ سمع من أهل البلد أنهم عندهم أنف ومتكبرين أو شايفين أنفسهم، لا، بالعكس، هذا جارك، الله تعالى أوصى به. والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذه آية الحقوق العشرة، واضح. فأتمنى منكم فعلا جيرانكم الله فيهم. أنا راح أزور جاري ومن أعز الشباب عندي، تخرج من الجامعة وجاب شهادة ماجستير ورفع راسنا، راح نزوره وندخل عليه السرور. ترى ما يدري حنا الآن راح ندخل عليه يعني بتصوير. الأيام هذه بحاول إني أعيشكم واقع احنا نتمناه، معني ما احب اصور يوميات واسوي شو اسوي وين اروح هناك، ما احب النوعيه هذه، انا ما احب اكون من النوعيه هذه. واحد يحافظ على سمت وهيبه الاستقامه والالتزام، لكن مو معنى هذا ان الواحد يعني ما يعني يظهر بعض الامور اللي احنا نبيها. ابي الزناد من امه الحديث كان يقسم زكاه مانع على المناره، يشحذ همه الناس. شفت مقطع اعجبني وتعجبت منه لما شفت جار صابغ طوفته سبق طوفه جاره، بدل ليتات راح بدل ليتات، قال: يا جماعه الجار هذا حرجنا. فنشجع بعض بالتواصل فيما بيننا. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يمكن جارك يعني يسلم سبت إسلامك الصح. بعض الناس والله هو مسلم لكن جيرته ما فيها شيء من الإسلام. وبعض الناس تجد إنه جار ما هو مسلم أو بنديانة ثانية، واضح؟ شوف جيرته مصيبة. كن أحسن جار بالفريج. مقبل الآن على هو جار وزميل وصديق عمل، وكان معانا باستراليا لما كنا في استراليا، عسى الله يسعد أخونا خالد الشوطري. بندخل عليه الآن ونبارك له. باسمكم جميعا راح أبارك له إن شاء الله تعالى ويستاهل. على البركة يا الجار، عسى الله يبارك لك ومنها الأعلى. الله يجزاك خير. وعسى الله يستعملك ولا يستبدلك. الله يستعملك بطاعته. الله يكثر خيرك. جار ربي حقك ما يحتاج، أنت لي جار ولك حق الغالي. جار ربي يبارك فيك. بعد شوي بناكل كيكتك. الله يجزاك خير. هذا متخصصة بدون سكر، على ما يقولون حق الناس اللي يحبون الدايت. الله يكثر خيرك. وتستاهل يا العريس. الله يبيض وجهك. جبت الشهادة ورفع روسنا. مشكور على الهدايا الطيبة. هذه صحية جدا. أنصحك أنت وأنصحك المتابعين يا جماعة، ترى شيء مو طبيعي. دعاية ولا شيء؟ لا مو دعاية، يستاهل. صاحب المحل والله من خيرة الشباب. الله يبارك فيه وتستاهل والله الغالي. تستاهل. أنت المحليها. الله يسلمك.